تختتم اليوم فترة تسجيل المرشحين الذي امتدت على مدى 4 أيام. لقينا إقبال من الراغبين في الترشح، وهناك حضور بارز للنساء من المواطنات وكذلك الفئة الشبابية لخوض غمار هذه العملية الانتخابية. تم الاعتماد في عملية التسجيل على النظامين التي أقرتهم اللجنة الوطنية، هو النظام الإلكتروني وكذلك الحضوري في مقر اللجنة. وبشكل عام صارت عملية التسجيل بشكل سهل وسلس الحمد لله وبكفاءة عالية. أما عن المرحلة القادمة للعملية الانتخابية، سيتم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين حسب الجدول الزمني في تاريخ 25 أغسطس، وتليها مباشرة فترة الطعون الانتخابية على المرشحين، ومن ثم إعلان النتائج النهائية. أما عنا نحن كلجنة إمارة الشارقة، فنأكد استمرارية أعمالنا في المرحلة القادمة من خلال تقديم الخدمات والمساعدات للمرشحين لاعتماد خططهم الانتخابية وكذلك تسجيل المقار الانتخابية أو ترخيصها واعتماد وكلاء المرشحين.